كتاب المناعة والبيولوجيا، 3 دروس مناعة، 5 دروس بيولوجيا، وبكده يكون دوت آخر كتاب في المنهج، وبعد كده إن شاء الله مذكرة أو كتاب المراجعات النهائية. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الكتاب شكله عامل إزاي؟ إيه محتويات الكتاب؟ إزاي تقدر تشتري الكتاب؟ بالنسبة للكتاب فزي ما أنت شايف كده، وكالعادة هتلاقي كلمة الجوهري بارزة والحاجات اللي مرسومة كده والفيروسات وخلايا الدم البيضاء والدي إن إيه، هتلاقي فيها ليها ملمس خاص ومرتفع شوية عن الباقي علشان النسخة ما تتضربش ويبقى جودتها سيئة. دوت الكتاب بتاعنا الاصلي. بالنسبة لمحتويات الكتاب فزي ما قلت لك عبارة عن 3 دروس مناعة و5 دروس بيولوجيا جزئية. كل درس فيه 3 اجزاء. الجزء الاول وهو الشرح بتاع الدرس. المناعة زيها زي الفصول اللي فاتت، مكتوبة بخط ايدي بالاضافة الى صور والوان وهكذا، وفي طبعا السكيمات العامة او التجميعات والتربيطات بتاعت المناعة المعمولة بالطريقة الجوهرية. اما الجزء بتاع الدي ان ايه فهو مكتوب كمبيوتر زيه زي كتاب المعسكر كده، سواء دوت او دوت هيوصل المعلومة عادي خالص بكل الافكار وبكل التربيطات. الجزء الخاص بالشرح اتكلمنا عنه. بعد كده هتلاقي بعد كل درس في جزء خاص بالاسئله التطبيقيه اللي هي اسئله مصطلح علمي وعلل وما النتائج المترتبه على، واسئله متنوعه رسمه واحنا بنعلق عليها، او حتى اسئله اختياريه ولكن مستواها يعني متوسط. ايه الغرض من الاسئله التطبيقيه ديت؟ موجهه لطلبة العام وطلبة الازهر. طبعا طلبة الازهر بشكل اساسي لان دوت معظم الامتحان بتاعهم، وان كان الاسئلة الاختيارية برضو موجودة في الازهر بكثرة، وطلبة العام علشان يثبتوا المعلومة كويس، وعلشان برضو امتحان العام بتاع اخر السنة بيبقى فيه اسئلة اختيارية. ثم اختبار اوبن بوك، اسئلة مستواها عالي شوية شويتين على الدرس. برضو هتلاقي ان هو بيتفاوت عدد الاسئلة من درس للتاني، يعني مثلا الدرس الاول في المناعة 50 سؤال، الدرس التاني اختبارين كل اختبار 30 سؤال، والدرس التالت كذلك، والدروس بتاعة البيولوجيا تقريبا كده كل درس عليه اختبارين كل اختبار 30 سؤال. يبقى اذا شرح، اسئله تطبيقيه متنوعه، واسئله اختياريه اوبن بوك. في اخر المناعه هتلاقي اختبار شامل حوالي 60 سؤال، وفي اخر البيولوجيا كذلك اختبار شامل على البيولوجيا الجزيئيه كامله. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعكم بهذا العمل، وان هو يعني يوصل لكم المعلومه بشكل كويس ونتدرب فيه كويس جدا. طبعا احنا في الكورس الاساسي بنحل كتاب الجوهري وبنحل كتاب الامتحان، بعد كده في الورشه بنزود كتاب التفوق وكتاب المرشد لطلبه الازهر بالاضافه لاسئله السنوات السابقه بالاضافه لبنك الاسئله بتاعنا اللي هو الخاص بالورش، بالاضافه ان يبقى فيه شرح تاني في الورش. يعني في المراجعات النهائيه ان شاء الله نبقى نتكلم عنها بعدين، ولكن هيبقى فيه كتاب للمراجعات النهائيه. تشتري الكتاب منين؟ في مواقع اونلاين وفي منافذ على الارض. بالنسبه للمنافذ فهتلاقي في PDF موجود في وصف الفيديو او في اول كومنت لو انت بتسمعنا على الفيسبوك، هتلاقي فيه كل المنافذ على مستوى الجمهوريه. اما بالنسبه للمواقع فهم 3 مواقع، بوك ستور وبوك بي وبوك سيلر. دول ال3 مواقع هتلاقوا اللينكات برضو بتاعتهم في وصف الفيديو، تقدر تطلب الكتاب ويوصل لك لحد باب البيت. طبعا بالاضافه لمصاريف الشحن لو انت وزمايلك مع بعض جمعته، هتلاقي ان كل واحد مصاريف الشحن عليه قليله جدا. يعني في ناس طالبين 20 كتاب مصاريف الشحن 50 جنيه، يعني الواحد طلب الكتاب ب2.5 جنيه شحن. يعني بالمناسبه عشان تبقوا عارفين ان الكتاب في المنافذ بيبقى اغلى 10 جنيه، فلو انت هتشتري الكتاب من منفذ لوحدك هيبقى سي مثلا هو ب100 هيبقى ب110، ب150 هيبقى ب160. طيب لو انا هشتري من على بوك ستور لوحدك هيبقى ب150 زائد 50 جنيه مصاريف الشحن. فاهم قصدي؟ فعشان بس تبقوا عارفين ان دوت موجود هنا بكذا، هنا بنزود 10 جنيه بس مفيش مصاريف شحن لو انت بتشتري من المنافذ. كل دوت هتلاقيه في وصف الفيديو. نلقاكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.